بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايبي حلوين، ان شاء الله النهارده بقول لكم بقى ايه، ومش هنعمل وصفه ولا حاجه، بس هقول لكم شويه نصايح يعني ايه هتفيدكم ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله تعملوها عشان خاطر هتبقى حاجات مفيده ليكم ان شاء الله. دلوقتي لو استخدمت اي وصفه من عندي او من عند غيري عايزه تستخدميها، او اي كريم او زيت او اي حاجه جديده لسه ما استخدمتهاش اول مره تستخدمها على بشرتك، لازم تعملي لها اختبار للحساسية، تحطي جزء بسيط جدا منها يعني جنب ودنك كده، وتشوفيها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. لو عملت لك حساسية في بشرتك ما تستخدمهاش لشعرك او لوشك يعني، لان الحاجات دي ممكن تعمل لك تشوهات في بشرتك وممكن تأذيكي. فالحاجة دي مهمة جدا قبل ما تستخدمي اي ماسك او اي كريم او اي حاجة خالص لشعرك او لبشرتك، لازم تعملي التست ده، ان انت ايه تعملي اختبار الحساسية، تحطي جزء بسيط جدا تحت جنب ودنك منها وتشوفي ايه الحساسية. لو لقيتي فيها حساسية من الحاجة دي هتبقى عندك انت ايه حساسية عن من اي مكون من الوصفة اللي انت هتستخدميها، او من الكريم اللي انت هتستخدميه او الزيت. فدي حاجة مهمة جدا ان شاء الله ايه يعني اتمنى ان انتوا تعملوها عشان خاطر ما ترجعوش تندموا بعد كده، لان كل بشره بيبقى ليها يعني طبيعه خاصه غير البشره التانية. وفي حاجه تانية برضو مهمه جدا جدا اقول لكم عليها، ان انتوا دلوقتي يعني اي وصفه طبيعيه او مش طبيعيه هتستخدميها لبشرتك او لشعرك او يعني لجسمك عامه يعني هتستخدميها، مش هتجيب معاكي نتيجة غير لما تكوني انتي دلوقتي. يعني انا مثلا دلوقتي عندي انيميا وعندي فقر دم وعندي شوية لخبطة في هرمونات، هتلاقي دلوقتي هتاخدي اي وصفة بيقولك هتمنع تساقط الشعر، هتمنع البقع والدكنة ومش عارفة ايه والحاجات دي كلها، مش هتأثر معاكي في اي حاجة خالص خالص خالص. لازم تعالجي جسمك الاول من جوه، وبعد كده تحطي بقى اي حاجة هتعمل معاكي نتيجة بسهولة. يعني انت دلوقتي لازم تصلحي العطل اللي في جسمك، يعني اي حاجة يعني تعبانة مثلا، عندك اي نقص فيتامينات لازم تعالجيه الاول، وبعد كده ايه تاخدي اي وصفه هتجيب معاكي نتيجه، وفعلا هتبقى النتيجه معاكي فوريه وهتبقى حلوه وكويسه جدا. لكن انت لو عندك اي نقص من اي فيتامين وعندك حاجه يعني تعبانه او لخبطه في مثلا الغده الدرقيه او اي حاجه من الحاجات دي، مش هت اي حاجه من الحاجات اللي انت هتاخديها والوصفات مش هتجيب معاكي نتيجه بسهوله، مش هتجيب معاكي نتيجه اصلا. يعني تخلينا واقعيين ماشي، فانت تصلحي الحاجه اللي هي يعني ناقصه عندك من الفيتامينات، وبعد كده ايه تكمل تاخدي بقى اي وصفه تجربيها عادي خالص، هتبقى معاكي تمام ان شاء الله. والحاجات دي بصراحه مهمه، يعني انت شوفي بقى يعني اعملي تحليل كده وشوفي الفيتامينات اللي ناقصه عندك تاخديها، وبعد كده تاخدي بقى تعملي اي وصفه عادي خالص. ولو استخدمت اي وصفه يعني كده، استخدمت اي وصفه عملت لك حساسيه في بشرتك يعني حاجة جميلة جدا، كريم جميل وسهل وبسيط، يعني سهل جدا جدا ورخيص، مش غالي، في متوفر في كل الصيدليات، البانسينول. تستخدميه على بشرتك رائع جدا جدا جدا، مرطب للبشرة وبيقضي على الحساسية بتاعة البشرة والالتهابات بتاعة البشرة. فلو استخدمت اي وصفة وعملت لك التهابات في بشرتك، استخدمي البانسينول الكريم اللي انا بحط لكم صورته في الفيديو ان شاء الله، وموجود في كل الصيدليات ومش غالي. وان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.